ورحمة الله تعالى وبركاته. وحييكم مهندس محمد سالم في فيديو جديد عن كل ما يخص التسميد. هتكلم ان شاء الله تعالى في تسميد النخيل. وقبل ما اتكلم في تسميد النخيل، ان انا هتكلم في اي حاجة او في اي برامج جات في التسميد، هي برامج استرشادية وليست برامج يتم تطبيقها في كل الاراضي. فاللي انا هتكلم عليه هي البرامج الاسترشادية اللي احنا بنطبقها سواء كان في المزارع العضوية او المزارع الغير عضوية، ودي احجام الثمار اللي انتم شايفينها. هتكلم في الفيديو الاول عن كل شيء يخص النخيل، هتكلم عن هو التربة، هتكلم عن الري، هتكلم عن التسميد، عن العناصر الغذائية، عن انواع التسميد الذي يضاف للنبات او يحتاجه النخيل، هنحتاج عن طرق اضافة التسميد. هتكلم في كل شيء في الفيديو ده بكل شيء. بعد كده هتكلم في فيديو تاني عن التسميد العضوي في المزارع العضوية او البرامج التسميد العضوي في المزارع العضوية. بعد ذلك هتكلم عن تسميد الفسائل من ضمن العناية بالفسائل. فياريت حضرتكم تصبروا معانا لاخر الفيديو، وان شاء الله تستمتعوا بمعلومات ان شاء الله تكون قيمة وان شاء الله تكون جديدة. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التسميد. وقبل ان نتحدث عن التسميد، كما تحدثنا قبل ذلك في الري عن جذور النبات، نتحدث عن الشيء الاخر وهو التربة. ما هي التربة وما أهمية التربة في التسميد؟ التربة هي البيئة التي ينمو فيها الجذور، وهي مصدر العناصر الغذائية اللازمة لنمو الجذور، وهي مخزون المياه الأرضي اللازم للنباتات. وتتكون التربة من خمس عناصر. أول عنصر اللي هي حبيبات أو دقائق التربة. ثاني حاجة المادة العضوية الموجودة في التربة. ثالث حاجة محلول التربة. رابع حاجة هواء التربة. وخامس هو الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في التربة. والنخيل مثله مثل باقي النباتات يحتاج إلى السماد لاستكمال نموه. ونقص السماد أو عدم الانتظام في توزيع السماد للنخيل يؤدي إلى تقليل عدد السعف وصغر حجمها واصفرارها، مما يؤثر على حجم الثمار في الآخر أو حجم الثمار أو المحصول النهائي للنخيل. بعد ذلك نتحدث عن العناصر السمادية الأساسية للنخيل. النخيل مثله كما كنا مثل باقي جميع النباتات يحتاج إلى 16 عنصر غذائي للنمو وإعطاء الثمار. وهذه 16 عنصر غذائي يمكن تقسيمها إلى عناصر أساسية، وهي الكربون والهيدروجين والأكسجين. ويكون مصدر هذه العناصر إما من المياه أو من الهواء. ويحتاج النبات هذه العناصر بكميات كبيرة تصل إلى 90%. ثم العناصر السمادية وهي الـ NPK. العناصر السمادية الـ NPK ويتمثل في تغذية النباتات أو احتياجات النباتات إلى حوالي 8% من احتياج النبات. ثم بعد ذلك ندخل على العناصر الثانوية أو المساعدة، وهي الكبريت والمغنيسيوم والكالسيوم. هذه ثلاث عناصر هي مساعدة. ثم بعد ذلك ندخل على العناصر الصغرى، وهي أساسية ولكن يحتاجها النبات بكميات صغيرة، وهي المولبيوم والبورون والحديد والزنك والنحاس. هذه هي العناصر السمادية التي يحتاجها النبات. طب ازاي بقى احط برنامج سمادي؟ بنقول قبل ما تحط البرنامج السمادي لازم تاخد في الاعتبار حوالي ست اشياء. ايه هما؟ عمر النبات، عمر الاشجار اللي هو في البستان اللي انت هتزرعه، ده اول حاجة. تاني حاجة مسافات الزراعة. تالت حاجة نوع التربة اللي انت هتشتغل عليها ونسبة الاملاح الموجودة فيها. رابع حاجة طريقة الري. خامس حاجة ودي مهمة جدا 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 جدا، قبل إجراء البرنامج السمادي لابد من عمل تحليل للتربة وتحليل لأجزاء النباتات لمعرفة العناصر السمادية المتاحة في التربة ووضع البرنامج السمادي عليها. خامس حاجة أو سادس حاجة اللي هي الأخيرة، إن أنت في البرنامج السمادي يتبع أو لابد أن توزيع الدفعات السمادية أو توزيع الكميات السمادية على دفعات متساوية على حسب النشاط الفسيولوجي للنخيل. نتحدث على أنواع السماد التي تضاف إلى النخيل. عندنا ثلاث أنواع للسماد التي يتم إضافتها للنخيل أو التي تكون هي مصدر العناصر الغذائية للنخيل. أول حاجة السماد العضوي. ثاني حاجة السماد الكيماوي. ثالث حاجة التسميد الخضري أو السماد الخضري. ناخد كل واحدة من دولت بشيء من التفصيل. إيه هو السماد العضوي؟ السماد العضوي زي ما احنا شايفين كده
بيبقى ليه اكتر من مصدر، سواء كان هذا المصدر مصدر حيواني او مصدر نباتي او مصدر حيواني ونباتي. زي ما انتم شايفين كده عندنا هي المخلفات بتاعه النخيل، بنبدا نفرمها وبنبدا نضيف عليها مخلفات الماشية، وبنبدا نعمل كومبوست كامل التحلل والتخمر، وممكن نتكلم على طريقه عمل الكومبوست في فيديو بعد ذلك. وعشان كده يبقى السماد العضوي بتاعي ده كامل التحلل ببدا اسمد بيه النبات. استخدام السماد العضوي او الكومبوست بنسميه احنا في النخيل او في اشجار الفاكهه بالخدمه الشتويه لاشجار الفاكهه. وطب الخدمه الشتويه في اشجار الفاكهه ديت بتكون امتى؟ بتكون هذه الخدمه في شهر نوفمبر وفي شهر ديسمبر. طب ايه اهميه السماد العضوي بالنسبه للنخيل او بالاشجار بصفه عامه؟ هو مصدر رئيسي لعنصر النيتروجين، ومصدر كذلك للعناصر النادره التي يحتاجها النبات او العناصر الصغرى التي يحتاجها النبات بكميات ضئيله، ولكن هي اساسيه في حياه ونمو النبات. طب تاني اللي هو بيضيف الماده العضويه للنبات وبيعمل على تحسين الخواص الفيزيائيه للتربه. طب لو انا بسمد بقى هسمد السماد العضوي ازاي؟ بسمد للشجره او للنخله البالغه حوالي من 30 ل 50 كيلو جرام كومبوست كل نخله. طب هسميتهم كده بس؟ لا، انا بنعمل خلطه، والخلطه دي هي عباره عن 30 كيلو جرام سماد كومبوست زائد نص كيلو داب او سوبر فوسفات الكالسيوم زائد 250 جرام كبريت زراعي، يبقى 30 كيلو كومبوست زائد نص كيلو داب او سوبر فوسفات الكالسيوم او 250 جرام كبريت زراعي. وبناخد الكميات ديت وبنخلطها خلط جيد مع بعضها، وبنعمل خندق حوالين النبات في طول الري العادية، وببدأ اسمد النبات، وبعد كده ببدأ ادي الري مباشرة. ده اذا كان في التسميد الري بالطريقة العادية. اذا كان الري عندي بالطريقة التنقيط على الخطوط على النقطات على اتجاهين، ففي الحالة ديت بعمل زي ما حضراتكم هتشوفوا كده، ان انا باجي السنة ديت وبحفر هنا خندق اهوت على اخر نمو والنبات وبسمد فيه السنة دي، والسنة الجاية بعدل اسمد فيه الجزء التاني. بس انا بسمد في الجزء ده، وزي ما احنا شايفين ممكن نلاقي الارض مخفض هنا هيت، لان ده السنة ده اللي احنا سمدنا فيه، والسماد ممكن يكون باين معانا اهوت. والسنة الجاية ببدأ اسمد في الناحية التانية، وده هو التسميد العضوي. تسميد الكيماوي. التسميد الكيماوي هتحدث عن اربع حاجات اساسيه في التسميد الكيماوي. اول حاجه هنتكلم عليها في التسميد الكيماوي زي ما احنا شايفين هو عنصر اليوريا، اللي هو مصدر للنيتروجين المسؤول عن النخيل للنخيل. عنصر اليوريا مصدر النيتروجين بالنسبه للنخيل، ويضاف للنخله البالغه المثمره حوالي 3 كيلو جرام نيتروجين او 3 كيلو جرام يوريا. توزع ال 3 كيلو جرام على أربع دفعات، ثلاثة منهم في الفترة من بداية العقد إلى نهاية شهر مايو، والدفعة الرابعة تضاف في شهر أكتوبر بعد الصرام. هذا بالنسبة للنيتروجين. بعد ذلك نتحدث على عنصر الفوسفور أو حامض الفوسفوريك. زي ما احنا شايفين حامض الفوسفوريك أو عنصر الفوسفور بيضاف زي ما احنا قلنا في الخدمة الشتوية مع الكومبوست، ويضاف كذلك في الدفعة الثانية 100 جرام حامض فوسفوريك أو 100 سم حامض فوسفوريك للنخلة قبل عملية التسهير. بعد ذلك نتحدث عن العنصر الثالث أو العنصرين التانيين اللي هي كبريتات البوتاسيوم وكبريتات المغنيسيوم. كبريتات البوتاسيوم زي ما احنا شايفين اهيت، كبريتات البوتاسيوم وكبريتات المغنيسيوم. كبريتات البوتاسيوم وكبريتات المغنيسيوم مهمين جدا جدا بالنسبة للنبات. زي ما احنا عارفين ان البوتاسيوم هو وزير النقل والمواصلات بالنسبه للنبات، ولكن يجب عدم الاسراف في البوتاسيوم، لان الاسراف في البوتاسيوم يؤدي الى ضعف امتصاص المغنيسيوم والكالسيوم. طب البوتاسيوم والمغنيسيوم بنضيفهم للنبات بايه؟ بنضيفهم للنبات بكميه 1.5 كيلو جرام، بيضاف ويفضل ان اضيف البوتاسيوم مع المغنيسيوم، ويضاف من بعد العقد حتى بدايه التلوين. وده بينضافوا على دفعات ما بينهم وبين النيتروجين. بعد ذلك
العناصر الصغرى. العناصر الصغرى زي ما احنا اتكلمنا ان النبات الجذور بتاعته تمتد للنبات للتربة في مسافات طويلة جدا، وقد يحصل عناصر صغرى من السماد العضوي او من طبقات المختلفة لسطح الارض. ولكن انا ممكن استخدم رشة عناصر صغرى تتكون من الكلباك وهو مصدر الاكسينات، والعناصر الصغرى سواء كانت حديد او زنك او منجنيز في صورة مخلبية، ثم بعد ذلك ممكن اخد الأحماض أمينية، وبعد ذلك المادة النشرة، على أن يتعدى كمية العناصر الغذائية أو تركيز المحلول الرش 5%، وبرشها رشة واحدة بعد عملية العقد، وديت اللي احنا شغالين بيه في المزرعة. ومدي معانا ماشي حضراتكم ممكن تشوفوا جودة الثمار عندنا ازاي اهيت، وده ممكن بعد حوالي 70 يوم من العقد والبرنامج السمادي المتبع في المزرعة. بعد ذلك في عندنا حاجات شركات خاصة لها ايه بعض الأسمدة اللي هي مركبة خاصة بالنخيل، مثل شركة سابك، وفي عندها سماد مكون من 16% نيتروجين و 16% بوتاسيوم وبعض الكبريت بالإضافة للكبريت، ويضاف 8 كيلو جرام للنخلة الواحدة. تكون الدفعة الأولى في شهر ديسمبر، والدفعة الثانية في شهر مارس، والدفعة الثالثة في شهر إبريل، والدفعة الرابعة في شهر يوليو مع التلوين. لذلك نتحدث عن التسميد الخضري. التسميد الخضري بالنسبة للنخيل هو عبارة عن زراعة النباتات البقولية أسفل النخيل زي ما احنا هنشوف دلوقتي كده، وممكن ترجع لفيديو تحميل البرسيم على أشجار النخيل وتشوف الطريقة كاملة. هنا عندنا برسيم اهوت عمره حوالي 10 ايام بعد الحش، زارعينه على او محملينه على اشجار النخيل. وبستفيد من البرسيم ان هو بيثبت الازوت الجوي، او النباتات البقوليه عموما بتثبت الازوت الجوي، فبيؤدي كده ان انا بضيف النيتروجين بالنسبه للنبات بصوره غير مباشره. بعد ذلك ممكن استخدم التسميد الخضري لطريقه ثانيه، ان انا اخد النباتات الموجوده ما بين او الحشائش الموجوده في الارض وابدا ادسكها في الارض واستخدمها تسميد خضري. ولكن في هذه الحاله لابد من مراعاه السي ان ريشن، وهي نسبه الكربون الى النيتروجين، ان تكون بسيطه حتى لا تؤثر على امتصاص العناصر الغذائيه من النبات. وبكده يبقى احنا دخلنا على التسميد الخضري. نتحدث فيه ان شاء الله تعالى طرق اضافه السماد الى النبات. طرق إضافة السماد إلى النبات هي أساسا عبارة عن طرق الري المستخدمة في النبات. عندنا طريقتين لإضافة السماد إلى النبات. أول حاجة الطريقة السطحية اللي هي تستخدم في طرق الري السطحي، والتاني حاجة طريقة مع التنقيط. الطريقة السطحية لازما لها شروط إن يكون إن الأرض فيها رطوبة، أو إن أنا أضيف السماد وبعد كده أضيف المية، لأن المية هي عبارة عن المحلول الغذائي الذي يعمل، هي عبارة عن الوسط الذي يؤدي إلى تكوين المحلول الغذائي بالنسبة للنبات. تاني حاجة التسميد عن طريق السمادة في الري بالتنقيط، وديت لها مميزات كبيرة جدا جدا جدا. ممكن ترجع لطرق الري وتعرف مميزات التسميد عن طريق الري بالتنقيط أو التسميد بالسمادة، وديت سمادة بدائية بنشتغل فيها، بس في بعض الشروط اللي أنا لازم أخدها في الري بالتسميد. اول حاجه ان ما يكونش كميه الاملاح الكليه الذائبه في مياه التسميد لا تتعدى نص جرام لكل رطل. ثاني حاجه ان هي العناصر السماديه لازم اضيفها على دفعات مختلفه عن طريق تختلف على النشاط الفسيولوجي بالنسبه للاشجار، ولا تتعدى كميه العناصر الغذائيه التي تعطى للنخله الواحده المثمره في اليوم الواحد عن 40 جرام، والنخله غير مثمره عن 20 جرام. وكده يبقى احنا انتهينا من كل شيء يخص التسميد. ولو حضرتك وصلت معانا لغايه هنا فانا بشكر حضرتك جدا 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 لصبرك علينا، ويا ريت لو الفيديو مفيد او حضرتك استفدت من الفيديو تنزل تشترك في القناه وتسيب اي تعليق انت محتاجه ونرد عليه. وشكرا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.